السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح المحور الثاني The World Around Me او العالم من حولي، شابتر 2 الفصل الثاني How to Care كيف اعتني. وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى انك تكون شاركت الدرس اللي فات مع اصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا ونستفيد كلنا، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم علشان نتابع ونذاكر مع بعض ونكتب ملاحظاتنا. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا الدرس اللي فات شرح page 73 او صفحة 73، والنهاردة هنبتدي نشرح page 74 او صفحة 74، وعنوانها كالآتي hunt for it. hunt لوحدها بتيجي بمعنى مطاردة، لما تيجي تطارد حد او تحاول تصطاد حيوان او حاجة ده اسمه hunt. hunt for it يعني ابحث عنه. hunt for it يعني ابحث عنه. قولوها معايا تاني يا اصحابي، hunt for it. لازم نبقى عارفين معنى العنوان بتاع البيج. بعد كده الدايركشنز بتاعت البيج دي بتقول circle يعني ضع دائرة، the picture يعني حول الصورة، that match التي تقابل او اللي بتعبر عن a clue. clue يعني دليل. in the room في الحجرة، وهنا clue يعني دليل، يعني دليل على حاجة بتحتاجها النبات في حياته. فاحنا هنا بندور في الصور دي على clue. clue يعني دليل خاص بأي حاجة بيحتاجها النبات علشان يقدر يكمل حياته، فهنا clue بمعنى دليل. room يعني غرفة. pictures يعني صور. زي ما قلت في الأول احنا هنا هنشوف الصور دي وهنشوف منها الحاجات اللي بيحتاجها النبات علشان يقدر يعيش ويستمر في الحياة وينمو ويكبر. فأول حاجة احنا شايفينها هنا في الصور، صورة الووتر دروب أو نقطة المية دي. هل يا ترى النبات بيحتاج الووتر عشان يقدر يعيش؟ مين معايا من أصحابي متفق معايا إن ده كلو أو دليل على حاجة بيحتاجها النبات علشان يقدر يكمل حياته ويعيش؟ شاطرين. يبقى نحط سيركل أو دايرة حوالين صورة الووتر دروب أو نقطة المية دي علشان دي كلو أو دليل على حاجة بيحتاجها النبات علشان يقدر يعيش ويكمل حياته. تاني حاجة صورة السانلايت أو ضوء الشمس ده. sunlight يعني ضوء الشمس. احنا محتاجين بس نعرف الكلمات دي حتى ولو بالنطق علشان نبقى عارفين يعني ايه sun يعني شمس، ويعني ايه light يعني ضوء. sunlight او ضوء الشمس مهمين للنبات في اي حاجة. هل يا ترى النبات بيحتاج sunlight علشان يقدر يعيش ويكمل حياته؟ شاطرين. النبات بيحتاج الشمس وضوء الشمس علشان يقدر ينمو ويكبر ويبقى لونه أخضر جميل وزاهي. فالنبات بيحتاج للسانلايت أو لضوء الشمس علشان يقدر يعيش. فنعمل هنا سيركل حوالين صورة الشمس دي. طب تالت حاجة صورة الساندويتش الجميل ده اللي فيه أكل. هل يا ترى النبات بيأكل الأكل بتاعنا؟ بيحتاج إن هو يأكل زينا سندوتشات أو أي أكل من الأكل اللي احنا بناكله؟ طبعا لأ، النبات ما بيأكلش الأكل بتاعنا. النبات بياخد الغذاء بتاعه من السويل أو التربة علشان خاطر ينمو ويكبر زي ما احنا عرفنا قبل كده. فبالتالي النبات ما بيأكلش الأكل اللي احنا بناكله، فبالتالي الصورة دي مش هنقدر نحط حواليها سيركل لأن دي ما فيهاش أي كلو أو دليل على حاجة بيحتاجها النبات علشان يعيش. رابع صورة، صورة التربة دي أو السويل دي. زي لسه ما كنت بقول من شوية، النبات بيحتاج للسويل أو التربة علشان بيستمد منها المية والأملاح المعدنية أو الغذاء بتاعه، الأكل الخاص بيه هو، مش زي الأكل بتاعنا، علشان خاطر يقدر ينمو ويكبر ويعيش. فأكيد النبات بيحتاج للسويل أو التربة علشان يقدر ينمو ويكبر ويستمر في الحياة. فنعمل سيركل حوالين صورة التربة دي أو السويل دي لأنها فيها كلو أو دليل على حاجة بيحتاجها النبات علشان يعيش. خامس صورة، دي صورة سرير أو بيد. صورة السرير أو البيد دي، النبات بينام ما بيحتاجش إن هو ينام ويرتاح لأن هو already موجود وثابت في التربة بتاعته، لكن الإنسان بيتحرك بشكل أكبر فبيحتاج إن هو ينام ويرتاح. فطبعا مش هنحط circle حوالين الصورة دي لأن النبات ما بيحتاجش للسرير أو للبيد علشان ينام ويرتاح. وسادس صورة، صورة
الهوا ده او الاير. طبعا الهوا ما نقدرش نشوفه بعينينا، بس هنا الصورة دي مرسومة بتعبر عن الاير او الهوا علشان خاطر نبقى فاهمين ان دي صورة الاير. وعايزين نسأل نفسنا سؤال دلوقتي، هل يا ترى النبات بيحتاج للهوا علشان يعيش زي ما احنا بنحتاج للهوا علشان نعيش عن طريق ان احنا بنتنفس؟ صح، شاطرين، النبات بيحتاج للهوا علشان يحافظ على نفسه وعلى جذوره من الرطوبة الزيادة وعلشان يقدر ينمو ويكبر وهو فعلا بيتنفس. فبالتالي النبات بيحتاج للاير او للهوا علشان يقدر ينمو ويكبر. فبالتالي هنعمل سيركل او دايرة حوالين الصورة دي لانها فيها كلو او دليل على حاجة بيحتاجها النبات في حياته. واخر صورة هنا صورة الارض اللي فيها مساحة فاضية موجودة، هل يا ترى النبات بيحتاج لارض فاضية او مساحة فاضية علشان يعيش فيها؟ طبعا شاطرين، النبات بيحتاج لارض فاضية علشان او مساحة فاضية علشان يقدر ينمو ويكبر براحته. فهنعمل سيركل حوالين الحوض بتاع الزرع ده اللي فيه الورود الجميلة دي، ودي فيها آخر كلو أو آخر دليل على حاجة بيحتاجها النبات علشان يعيش. يبقى عندنا هنا في الصفحة دي أول كلو اللي هو الووتر أو الووتر دروب، علشان دي حاجة بيحتاجها النبات، النبات بيحتاج مية. تاني حاجة الصن أو الصن لايت، ضوء الشمس، علشان النبات بيحتاج لضوء الشمس. تالت صورة صورة السويل أو التربة اللي النبات بيحتاجها علشان يتزرع فيها ويستمد منها الغذاء بتاعه. رابع دليل أو رابع كلو هي صورة الاير أو صورة الهواء اللي النبات بيحتاجه علشان يقدر يعيش ويحافظ على جذوره من الرطوبة الزيادة ويقدر يتنفس ويعيش زي ما احنا بنتنفس ونعيش. واخر حاجة المساحة الفاضية او الارض الفاضية الكبيرة علشان خاطر ينمو فيها براحته ويكبر. فهنا في عندنا 5 كلوز او 5 ادلة على 5 حاجات بيحتاجها النبات في حياته. والكلمات الجديدة في البيج دي هي circle يعني ضع دائرة، the pictures الصور، match يعني تقابل، a clue يعني دليل، in the room يعني في الحجرة، room يعني حجرة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. ونوصل لبيج 75 أو صفحة 75، وهي بعنوان My Photo Album أو ألبوم الصور بتاعتي. وهنا في البيج دي وفي البيج اللي بعد منها احنا بنفتكر وبنتعلم الفرق بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية، أو الـ Living Things والـ Non Living Things. فعايزين نفتكر مع بعض ايه الفرق بين الكائنات الحية والكائنات الغير الحية. احنا قلنا قبل كده ان الكائنات الحية بتنمو، بتكبر، بتتنفس، بتتغذى وبتحتاج للغذاء وبتحتاج للمية، بتتحرك من تلقاء نفسها وبتتغير كمان. دي صفات الكائنات الحية. الاشياء الغير الحية لا تنمو، لا تتنفس، لا تحتاج للطعام ولا للمية، لا تتغير، وكمان ما بتتحركش من تلقاء نفسها، يعني ما بتتحركش لوحدها. فهي دي الفروق بين الكائنات الحية والكائنات الغير الحية علشان نكون فاكرينها. هنا الدايركشنز بتاعت البيج دي بيقول لك paste يعني ضع your photo صورتك يعني in the top box في الصندوق العلوي، top يعني اعلى وbox يعني صندوق، in the box below your photo في الصندوق اللي اسفل صورتك ده، list or draw يعني اعمل لستة او ارسم، the living things you see in your picture الحاجات الحية او الكائنات الحية اللي انت شايفها في صورتك. وهنا هو بيقولك هتشوف الالبوم بتاع الصور بتاعتك، وهتشوف صورة كده موجودة ليك مثلا في جنينة او في جاردن يعني، او في مكان مفتوح، او في اي حتة فيها انت موجود وفيها حواليك بعض الاشياء منها كائنات حية. فمثلا لو انت موجود في جاردن هيبقى جنبك حواليك مثلا اشجار، والاشجار زي ما احنا قلنا هي كائنات حية او living things. لو انت موجود مثلا في مكان مفتوح وفي طيور بتطير حواليك او في طيور في السماء، فالطيور هتكون living things كائنات حية. لو انت موجود مثلا في مكان في حوت سمك مثلا وفي اسماك،
بتعوم في حوض السمك ده جنبك، فالأسماك اللي في حوض السمك دي، الأسماك نفسها طبعا مش المية، دي living things، لأنها بتاكل وبتشرب وبتنمو وبتتغير وبتتحرك من تلقاء نفسها. فهنا بيقولك شوف صورة من هات صورة من الفوتو ألبوم بتاعك أو ألبوم الصور بتاعك، يكون فيها أنت موجود ومنور وجميل، ومعاك في الصورة دي، يكون جنبك في الصورة دي أي نوع من أنواع الكائنات الحية، علشان خاطر نقدر نرسمه أو نكتب اسمه في البوكس below your photo، يعني في الصندوق الأسفل الصورة بتاعتك. والكلمات الجديدة هنا paste، paste يعني ضع، photo يعني صورة، your يعني ملكك، the top يعني الأعلى، box يعني صندوق، below يعني أسفل، list يعني قائمة أو اكتب قائمة، ب or يعني أو، draw يعني ارسم، the living يعني الحي، things الأشياء الحية، you see أنت ترى، you يعني أنت، see يعني يرى، in your picture في صورتك. وبكده نكون انهينا page 75 ونتنقل للpage اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لpage 76 او صفحة 76. وقبل ما نشرح اخر جزء، احب افكرك واقولك انك تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونذاكر مع بعض اول باول. وما ننساش نقول اسماء اصحابنا الشطار اللي عرفت عن طريق التعليقات انهم شاطرين وحلوين وبيذاكروا معايا، وبابا وماما مبسوطين منهم علشان هم شطار. والاسماء هي ياسمين وإيمان أو إيمان فرغلي، عبد الله، عبد الرحمن، وكنزي. كلكم شاطرين وكلكم حلوين، انتوا المستقبل، ربنا يحفظكم يا رب، وإن شاء الله تكونوا في أحسن حال. وعنوان page 76 أو 76 هو my photo album، ألبوم صوري. والدايركشنز بتاعتها بتقول in the box below your photo، صندوق اللي أسفل صورتك. هنا احنا هنحط صورتنا هنا زي ما عملنا في البيج اللي فاتت في التوب بوكس أو في الصندوق الأعلى. وهنا بيقولك in the box below your photo، في الصندوق اللي أسفل صورتك، draw ارسم non-living things أشياء غير حية، you see in your picture أنت شايفها في صورتك. فهو زي ما قلتلك بيقول لك هات صورة ليك موجودة في مكان من الأماكن. هنشوف بقى الـ non-living things أو الأشياء الغير الحية اللي موجودة معاك في الصورة. فمثلا لو أنت موجود في garden أو في مكان مفتوح، ممكن يبقى فيه rocks، rocks يعني صخور، ممكن يكون فيه building، building يعني مبنى. الـ rocks أو الصخور هي أشياء غير حية أو non-living things، لأنها لا تنمو، لا تتغير، لا تحتاج للمية ولا للهواء، وما بتتحركش كمان من تلقاء نفسها. البيلدنج برضو نفس الكلام، ما بيكبرش وما بينموش وما بيحتاجش للغذاء ولا للهواء ولا للمية، وما بيتحركش من تلقاء نفسه. ممكن يكون معاك في الصورة أي حاجة من الحاجات الغير الحية، زي مثلا chair، كرسي، أي حاجة أنت ممكن تكون موجودة معاك في الصورة وهي non-living thing أو شيء غير حي، هنرسمها أو هنحطها في البوكس اللي هو below your photo اللي هو أسفل صورتك. وبكده نكون أنهينا شرح page 76 أو صفحة 76. وفي الختام أتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو أو استفدت منه أي استفادة بسيطة، ياريت تعمل لايك وتشجعنا، والأهم إنك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لأصحابك حتى لو في الفيسبوك أو الواتساب، وخليك متأكد إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.